السلام عليكم لا فامي، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى ان الفيديو ديال هذا النهار تلقاكم بصحه وسلامه وعافيه ان شاء الله. الناس اللي كيقلبوا على خدمه الله يوفقكم، الناس اللي ديجا بداو لي فورماسيون هذا الشهر كنقول لكم بون كوراج ومبروك عليكم، والناس اللي ديجا خدامين ان شاء الله ترقاو لشي منصب واحد اخر عالي اكثر. دونك في الفيديو ديال هذا النهار غادي نشوفوا غادي نبارطاجي معكم الاكسبيريونس ديالي كيفاش تخدم في سونتر دابيل وعلاش دابا مثلا خدامه في لي سونتر دابيل، وغادي نعاودكم ديجا على ما قبل سونتر دابيل شنو كنت كندير بطريقه كوميديه شويه، حيت وقعوا لي زعما بزاف ديال الحوايج اللي كيضحكوا، دونك غادي نبارطاجيهم معكم طونك ولينا عائله واحده، وغادي نشوفوا بزاف ديال الحوايج اللي يقدروا يفيدوكم الا كنتو دي ديبيتون. دونك نتمنى ان الفيديو ديال هذا النهار تنال الاعجاب ديالكم، متاكده انها غادي تنال الاعجاب ديالكم، دونك تقدروا تضغطوا على جيم من دابا الا كانت هذه اول مره غادي تدخلوا لاشين، كليكيو سور سابوني ولا سبسكرايب ولا اشتراك على حسب شنو عندكم نتوما باش تشاركوا في القناه، وفعلوا سورتو الجرس باش يوصلكم لي فيديو ان شاء الله اللي غادي نحط من بعد. شنو هما الخدمين اللي درت قبل ما نوصل ل 18 عام؟ كنعقل اول وحده كانت عندي تقريبا 15، كنت يلاه دزت المرحله ديال الكوليج، دونك خدمت في ان سيبر اللي فيه سيبر وبلاي او ميم طون بلاي ستيشن، يعني تعلمت كيفاش نجيري ديك بحال انتربريز ديالك، كتعلم كيفاش ديريها، كيفاش تخلي الدراري صغار يدخلوا يلعبوا بسكات، كيفاش تخلي الناس كبار يدخلوا يقضوا غرضهم وتحضي مع الوقت، تبيع او ميم طون هكا دي ماتيريال انفورماتيك، كيفاش تسيزي الناس شي تيكست بغاو، دونك بزاف ديال الحوايج تعلمتهم في هاد ليكسبيريونس. كي كان شي واحد في عوطي كنقول له مثلا ديك المول سيبر بلي غادي يخدم نهار كامل ب 500 درهم، كان غادي يقول او 500 درهم نهار كامل ديال الدمير اش ندير انا بهذا الشيء، نو بلاش نمشي نقص في الدار حسن، سورتو ملي مازال صغير. ما انا قلت غادي ناخذها ديجا تعلم اكسبيريونس، مي في نفس الوقت كانت بحال اون فورماسيون ليا، كنت كنحاول نقرا فيها ملي ما كيكونوش دي كليون هكا كنلقى اغاني بالفرونسي، دونك دي فوكابولار باردون كيدخلوا لك لراس جداد بلا كيهضروا مع لانكونسيون ديالك، يعني بلا ما تحس كاينين كلمات كيتسجلوك في العقل الباطني ديالك. ملي ما كيكونوش لي كليون كنت كنلقى هكا دي فيلم سو تيتري، كتبقى كتقرا داك السو تيتراج لتحت، دونك تايا كتعلم منه كلمات جداد، من بعد كتباس ديك المرحلة ديال تسمع بالعربية وتشوف السوتيتراج لتحت، دونك كتولي كتشوف دي فيلم اون فرونسي، تقدر تسمع لا راديو اون فرونسي. دونك ديجا في لا فيديو جاية غادي نوريكم بزاف ديال لي ميثود باش ديفلوبيو من النيفو ديال لي لونغ ديالكم. كاع ملي ما كنت كنلقى ما يدار كنت كندخل مع انجلي فاسيل بوان كوم كنبدا نهضر مع ان روبو بالانجلي، دونك كاين بزاف ديال الحوايج غادي نشوفوهم في الفيديو الجاي فريمون زوين بزاف يعني كنوجد فيه، نتمنى انه يعجبكم حتى هو. دونك خدمت تقريبا شي 3 زون في هاد السيبر، وكنت كندير دي ستاج في البلديه، دونك هادشي باش عمرت لو سيفي ديالي. حاجه واحده اخرى هي انا او ميم طون كنت كنخدم مع دي زاسوسياسيون، لي زاسوسياسيون ملي كتكون خدام معاهم تقدر دير دي فورماسيون هكا دو طون زون طون، مره كيديروا لنا دي فورماسيون اللي كيكونوا سيرتيفي، يعني ملي كتسالي ديك لا فورماسيون كيعطيك واحد الشهاده بلي فلان بن فلان دوز واحد لا فورماسيون مثلا ديال لي تكنيك دو كومونيكاسيون، كيفاش يتواصل مع الناس، كيفاش يقنع الناس، كيفاش يسمع زعما لي تكنيك ديكوت. دونك درت بزاف ديال هاد لي زاتوس ديال لي زاتيستاسيون ما عرفت مالي هاد بزاف ديال لي زاتيستاسيون اللي دخلتهم في السيفي، داكشي باش كان عندي سيفي عامر. بون وصلنا للمرحلة ديال كيفاش دفع امبريميت بزاف ديال لي سيفي، وطلعت للرباط كما قلت لكم، كانت عندي ديجا اون امي اللي عندها اكسبيريونس في لي سونتر دابيل، دونك وراتني الحي اللي فيه هاد لي سونتر. ملي كنقول ان سونتر دابيل انا ديما كنهضر على ملتي ناسيونال، على ان كروند سونتر دابيل، ماشي ديك لي بتيت بواط ولا لي بيرو دو ريكروتمون، دونك كنهضر على ان سونتر دابيل. الوغ ان بريميت لي سيفي ديالي طلعت راس ديال الشارع فلود عمير، الناس ديال الرباط غادي يعرفوه، الشارع ديال فلود عمير من راس الفوق يعني من جهة ديكارت، ونتايا هابط تقريبا داك الشارع كامل دي سونتر دابيل، دونك ابتداء من ام سي سي اكسيس ويك سانتر سيت الف عقبه ويب هيلب في شارع فرنسا ادي ام فالوتا هما كاينين تماك، دونك كانوا تقريبا شي 10 ولا شي 12 سنتر اللي كنت دفعت لهم في صباح واحد، دونك امبريميت لي سي في دفعت لهم كاملين، حيت في 2014 ما كانش عندك لا بوسيبيليتي انك دير اونتروتيان سور بلاس، دونك كنت كنحط لي سي في وكترجع حتى كيعاودوا يعيطوا لك باش دوز معاهم اونتروتيان سور بلاس. دونك داكشي اللي درت
هذه هي المرحله الاولى حتى 3 سيفي ديالي تقريبا كاملين او رجعت للدار. دونك هنا كتجي المرحله الثانيه. شنو هي؟ هي انك خصك تبريباري لونتروتيان ديالك. عارفين باللي انا عاود نقول نفس الجمله واحد اللي يلا بادي اللي يلا غادي يبدا زعما لونيفرسيتي ما غاديش تكون الكومونيكاسيون ديالو واو. دوكو كان خصني ضروري انني نوجد لونتروتيان. دخلت لجوجل كيستيون ريبونس اونتروتيان سنتر دابيل، طلعوا لي بزاف ديال لي كيستيون بزاف ديال لي زيكزامبل ديال لي ريبونس. دونك حاولت انني بيرسوناليزي ديك لي ريبونس على حسب شنو عندي انا. و تقريبا خدات مني شي نهار ونص باش نوجد واحد دوبل في عامره بلي كيستيون اي لي ريبونس. ملي كتسالي هاد المرحله هادي كتجي المرحله ديال انك تدرب، يعني صافي ماشي راك وجدتي وما غاديش دير ورقه معاك. هادشي بطبيعه الحال خصك توجد لونتروتيان، خصك تحفظ داك لي ريبونس لي نتايا درتي، ماشي غير تحفظهم ما تدرب عليهم. زعما طريقه الالقاء تاع هي باش يكون كلشي متقون ماشي يجي وكتعرض. دونك واحد النهار عاوتاني ملي وجدت داك لي ريبونس، دونك واحد النهار عاوتاني جلست قدام المرايا و بديت كندرب على كيفاش نجاوب. كنتخيل بلي راه شارجي دو ريكروتمون كي بوزي عليا لا كيسيون، دونك انا كنبدا كنجاوب تقريبا كاع دوك لي كيسيون. حاولت ما امكن نجبد الماكس ديال لي كيسيون حيت ما كانش عندي واحد النيفو اللي يخليني اي كيسيون جات نجاوب عليها بالزربه. كخصك ضروري واحد اون مينوت هكا ديال الريفليكسيون ديال انك تفكر شنو تقول عاد باش تصاوب. ما الا كنتي موجد تقدر تعطيه نيشان للراس، ما تخليه ما يقول. الوغ وصل لو جوغ جي اللي غادي تعيط ليا فيه واحد شارجي دو ريكروتمون ديال واحد سنتر لي هو مولتي ناسيونال، عندهم سيستيم امريكان كاين في شارع عقبه بن يافي. دونك كنظن ان اغلبيه دابا عرفوه. بون سولتني لي كيسيون هكا، بريزونتي فو بوركوا فو افي شوازي نوتر سنتر دابيل، كي فو ا ريكوموندي نوتر سنتر دابيل، اسكو فو ايت ديسپونيبل. المهم هادشي كامل كنت حافظه هذيك الساعه جاوبت عليه دغيا. اون ا فيكسي واحد الرونديفو لو لوندوما حيت اختكم كانت ايميديات وساكنه تقريبا حدا. دونك مشيت باش ندوز لونتروتيان معاهم على 10 الصباح. لا ميم بيرسون عاوتاني سولاتني بريزونطاسيون لي كيسيون اللي كنت ديجا حطيت في الفيديو السابق. لي كيسيون اللي كيتحطوا في لي زونتروتيان ديال لو سونتر دابيل، جاوبت على داكشي كامل مزيان. قالت لي كوم كوا غادي نخدم مع ان اوبيراتور فرونسي بحال اتصالات عندنا هنايا. دونك غادي يكون ان اوبيراتور فرونسي في لو تيريتوار فرونسي، وعطاتني البلانين وكم كوا غيكون سيرفيس تكنيك. المهم عطاتني بزاف ديال المعلومات هكا على البروجي اللي غادي نخدم فيه. او دزنا التيست اكري تيست فرونسي باردون تيست فرونسي هو الاول، كان فريمون ساهل حيت كتكون يلاه خرجتي من القرايه. ملي كدوز داك التيست فرونسي كتقول واش هذا منيتهم، عطيني ليا ماطاسا مونطونس داكشي. المهم ساهل ديال الغرامير اورتوغراف كونجوغيزون، هذا هو تيست فرونسي كيعطيك مثلا شي واحد كاين فواحد بلاصه كيفاش غيمشي بلاصه واحده اخرى، زعما تنعت الطريق كتختار لا بون ريبونس. اون فوا باسيت هاد لو تيست ملي كدوز تيست ديجا كيطلع لهم الريزلتا. دونك اون فوا دوزت هاد لو تيست قالت لي كوم كوا غادي ندوز ان تيست اكري، غادي نكتب لهم واحد 10 ديال السطور تقريبا على لو ديرني ليفغ اللي قريتو. دونك كتعطيك ورقه وستيلو كتبدا كتبدا، يعني واخا ما تكونش قاري شي ليفغ المهم هاي كتب اللي جاب اللي طاح لك على بالك كتبو. عطيتها الورقه مشات زعما على اساس انها كتصحح ولا هي ما كانت كتصحح ما والو. قالت لي كوم كوا يوغا ان تيست انفورماتيك حيت هذا سي ان بروجي تكنيك، دونك ضروري خصهم يعرفوا واش عندك باز في داكشي انفورماتيك ولا لا. هذاك التيست جاني بحال شي نويه صراحه. داك لي 5 بروميير كيستيون كيكونوا ساهلين، شو ما لي سونتيفيغوس اللي كتعرف نافيغاتور هادي كيفاش دير كوبي كولي، دونك داكشي كان ساهل. ميم اللي كدوز دوزيام باج ديال التيست فون كيفاش داك الشي نوا، شنو هو الاش دي مي، شنو هو الدي اش سي بي ادريس اي بي، داكشي ما عارف فريمون ما عارفه فيه حتى شي حاجه. بون ملي كيكونوا شي حاجه هكا زعما بلو شوا كنبقى كنضرب غير اي بالله اعلم، كنقول اللي جات صحيحه هي هذيك، ما جاتش هي هذيك. سي بون داز تيست انفورماتيك كنظن انا ما نكونش درت فيه زعما شي نوت واو، مي قالت لي سي بون سي فاليدي وغادي ندوز ان انتروتيان زعما ديرني تيست مع لو شيف دو بروجي. داك لو شيف دو بروجي كان كلشي كيخاف منه وكان كيعصرك فريمون في لونتروتيان. كان دس قبل مني واحد لاكوليك نيت لي جينا في لا ميم فورماسيون، كان عندها دبلوم في الكومونيكاسيون فرونسيز. دونك هادشي خرجت من عنده
عرقات ديجا هو شاف الدبلوم ديالها دونك حاول ما امكن انه يسولها الماكس ديال لي كيسيون وماشي غير في لونتروتيان زعما على حساب الريبونس ديالها كيمشي لها شي كيسيون واحده اخرى عاوتاني على حساب ديك لا ريبونس كيدوز لها في كيسيون واحده اخرى تصدقوا شي حوايج ما شنو هما عرفتي انا بقيت غير كنشوف فيهم كنسينوبتي كنقول ها هي مشي سلتي بحالي دابا بلا ما نتحشم نخلي كرامتي شويه طالع. المهم جات خارجة ولله الحمد جا خارج موراها فريمون عيا بقوة ما رهقها بلا كيسيون هو براسو عيا وخرج دونك كنت كنقول غادي يجي كنقول راه مشى يشرب قهوة غادي يجي واجد ليا مي ما رجعش داز واحد تقل ان تقل هو ان تيم ليدر هو ان كوتش هو اللي غادي يدوز ليا لو تيست فريمون عرفتي كنقول له شكرا حيت عطيتيني واحد لوبورتونيتي ما كانش يعطيها لشي واحد اخر بانيكيت لواحد الدرجه ما كتصورش درجه انني جاوبت غير على دو كيسيون وما عاودش كاع عطاني شي كيسيون موراهم لي كيسيون فوز افونتاج اي فوز انكونفينيون مي اون فوا قلت له ديك تيميد صافي السيد حشم سولني شي سؤال واحد اخر قال لي سي بون راه اون ا ديجا البوزوان وديك شي دونك عطاني هاد اوبورتونيتي كنشكرو بزاف. الوغ من بعد هاد لو سونتر مشيت لسونتر واحد اخر اللي كانوا باغيين يديروا الدماغاج ديال نفس البروجي اللي كنت خدامه فيه في سونتر الاول دونك ملي كتسمع الدماغاج كتعرف بلي غادي تكون من بعد ليفولوشن اللي دخلتي زعما من بين الناس الاوائل من بعد كتكون ليفولوشن يعني كتولي نتايا عارف اكثر من الناس الجداد اللي غادي يدخلوا دونك غادي تلعب بوست واحد اخر. مي هاد لو سونتر كان زعما ان سونتر ماروكان وما عجبتنيش الطريقه كيفاش كيجيغاو كيفاش المهم كنت كندير هادي هي لا فوت اللي كنت كندير مقارنه بينهم وبين فين كنت خدامه دونك ما عجبنيش داك لو سونتر وخرجت مشيت لان اوتر سونتر ملتي ناسيونال تاعو فرونسي كاين في نواحي ديال الرباط دونك انت كنظن انكم عرفتوه دابا لو ميم بروجي ديما لو ميم بروجي زعما انا كنت في ديال الاس اف ار لواحد الدرجه ما كتصورش لاني كنت ضابطه فريمون كنت ضابطه البروجي دونك ما كاينش كنت باغي نخدم زعما في نفس البروجي دونك في داك لو سونتر كنت كندير لاسيستانس لي نوفيل فاغ و لي زابيل اون ميم طون خدمت معاهم تقريبا 8 شهور وفريمون ما كنتش باغي نخرج مي كان خصني ضروري نمشي لكازا الالتحاق بالزوجيه كان ضروري خصني نمشي لكازا دونك جي كيتي التحقت باللو سونتر اللي انا فيه دابا اللي مازال فيه دابا دونك صافي تقريبا شي 3 ans ماشي 3 ans اكثر من 3 ans انا معاهم درت فيه بزاف ديال البروجي تكنيك اداي سيل فيبر موبيل ميم ما كانش اس اف ار دونك هذه كانت اون نوفيل اكسبيريونس وكان فريمون ان بروجي زوين بزاف وكنت درتو في بليزيور سونتر زعما تما في هو لو ميم سونتر مي في بليزيور سيت في كازا يقدروا يسولوني بزاف علاش هاد لي زاني هاد لي زاني كاملين ديال ليكسبيريونس وما تيفولويتيش ما كنسمعوش بلي راكي فورماتريس ولا كوتش ولا هادي كنظن انا لي زامي ولا لي كوليغ اللي كانوا معنا اللي نورمالمون كان خصنا ندوزو لي تيست ديال ليفولوشن كاملين عارفين هاد القضيه انا ما كنتش كندوزهم حيت كنت كنقرا اون ميم طون وكانوا دي كونجي دو ماتيرنيتي اون ميم طون دونك بالنسبه ليا زعما الخدمه ديال مع كونتاكت ديريكت مع الكليون نيشان هي اللي مولماني انا حيت ملي كتيفولوي كتولي عندك ريسبونسابيلتي على ليكيب ديالك كيوليو عندك دي طاج جداد خصك ديرهم كي خصك تجي قبل من الوقت تمشي مورا الوقت وانا هادشي ما كانش ممكن انا نديرو سورتو انني خدامه زعما دابا راني اون تيلي طراي دابا راني خدامه اون ميم طون كنصور فيديو داكشي علاش زعما هاد القضيه ديال ليفولوشن انا ما كتماشيش مع البيرسوناليتي ديالي مي ليفولوشن كاينه في لو سونتر دابيل ملي تخدم مع 200 واحد راه ضروري عندهم دي بوست ديال ريسبونسابيلتي اللي تقدر ديكروشيهم دونك غير خدموا مزيان وما تسمعوش ما تكونوش ما تحاطوش مع الناس اللي كيفكروا نيجاتيف هكا اللي النهار كامل وما غير كيتشكاو حاولوا تكونوا مع الناس بوزيتيف هذه هي لا فيديو ديال هذا النهار نتمنى انني نكون انسبيريتكم شويه لا فيديو جايه كما قلت لكم غادي نشوفوا دي تكنيك هكا باش تامليوريو النيفو ديال لي لانغ ديالكم بالنسبه لي ديبيوتون ومازال عندي فيديو جداد ان شاء الله غادي نديرهم دونك اشتركوا في القناه كما قلت لكم ان شاء الله غادي يوصلكم الجديد اللي كاين ديما شكرا بزاف على الملاحظات ديالكم اللي غادي تخليهم لي في دي كومونتير على لي جيم ديالكم على الانتقادات ديالكم وكنتمنى لكم اون اكسلون سواري.